بطولة الرابطة المحترفة لثاني جولة 12 إياب وقبل الأخيرة عن نهاية هذه المرحلة وتوقيت تجديد انطلاقة المقابلات 4:30 في المجموعة الأولى لحساب هذه الجولة. نادي حمل النمف يستضيف النادي القربي وتحكيم لمحمد أمين عيفي. بقية المقابلات يشملوا منافسات المجموعة الثانية مكر المهدية ترجي جرجيس وتحكيم الفرج عبداللاوي. الفوز لترجي جرجيس يعني الصعود للرابطة المحترفة الأولى. ايضا اليوم لحساب المجموعه الثانيه كيف 4:30 الى الشابه يستضيف مستقبل كابس والتحكيم لحسام بلعريس وسبورتينغ المكنين مستقبل الرجيش. فادي بوخريس يدير هذه المباراه. هيثم القصعي لمباراه محيط قرقنه وامل الركبه. اسامه بن اسحاق لمباراه اولمبيك سيدي بوزيد اولمبيك مدنين. الملعب الكابسي يستضيف امل جربه والتحكيم لنزار الرياحي. مقابله نجم متابعهم في اذاعه الشباب. غدوة بقية الجولة مع المجموعة الأولى 4:30 شبيبة العمران يستضيف جي اس كات. 3 نقاط للشبيبة العمران تعني صعود المحترفة الأولى. مباراة يديرها عامر شوشين مرجان تبرقة جندوبر الرياضية تحكيم لأشرف الحركاتي. جمعية ريانة أمل حمام سوسة بإدارة الحكم ريان بوخشينة. النجم الراتسي يستضيف القلعة الرياضية بإدارة الحكم خالد قويدر. هلام ساكن يستضيف مستقبل وادي الليل والتحكيم لسيف الورتاني. سبورتيك من العروس معفى في المجموعة الأولى ونصر جلمة معفى في المجموعة الثانية. قلت الحوار والصراع منحصر بين شبيبة العمران وجندوبة الرياضية في المجموعة الأولى. العمران عنده 51 نقطة وجندوبة الرياضية 47 نقطة. ترجي جرجيس أيضا في المجموعة الثانية عنده 54 نقطة. في المقابل مستقبل جيبس عنده 50 نقطة. المجموعة الأولى أيضا حوار تفادي النزول نلقاو نجم الراسي 23 نقطة وادي الليل 22 نقطة القلعة وتبرق 20 نقطة. وفي المركز الأخير سبورتيك بن عروس ب 19 نقطة. في المقابل في المجموعة الثانية أيضا الحوار بين أمل الرقبة 21 نقطة مدنين 18 نقطة ولا رجيش نزل رسميا للرابطة المحترفة الثانية. يعني الحوار بين أمل الرقبة وأولمبيك مدنين من سيبقى في الرابطة المحترفة الأولى ومن سينزل للرابطة الثالثة المستوى الأول.